انت بخاطرك تتزوج حرمتين ثانية؟ بس نعلامك وش هالهرج؟ انا ادري، انا ادري انك تريد العيل، ويشهد الله انك صبرت عليه كثير، لكن الله سبحانه وتعالى مراد لي حين تتزوج حرمتين ثانية تظل تحبني؟ لو جابت لك هالعيل تطلقني؟ نزنة، انت تظلين الأولى، انت بالقلب والعين. كنت أتمنى تقول العيل اللي ما هو مني تشمزنا ريته. مزنة، أريد عيل، عيل يحمل اسمي، حالي حال الناس، يرافقني وين ما رحت، يحميني بكبرتي. صدقيني هذا كل اللي ودي اياه. هلا والله بل مهلي، بس لميدك. اقعدي اقعدي يا فجر. يا خالة، أنا جاية اليوم أطلب فجر الرجل مطلق. وش اللي تقولي يا مزنة؟ وش هالهرج؟ أنت أكثر وحدة تعرفي أني ما أجيب عيال، ومطلق صبر علي سنين طويلة، لكن الله مراد لي وحاله مثل حال كل رجال يريد عيل، وأنا لزوم زوجة حرمة تجيب له هالعيل. تريد تجوزي مطلق لجل العيل؟ والفجر جابت له العيل، وش يصير عقبها؟ يطلق فجر؟ لا يا خالة لا، وش هذا الكلام اللي تقوليه؟ بتم حرمته وام ولده. أنا حين فكرت أخطف فجر المطلق لأن أحبها وأحسبها مثل أختي، وأظن بعد إن فجر تحبني مثل أختها، مو هيج؟ فجر صغيرة ومطلق كبير عليها، وانا اريد ازوجها لرجل يحبها هي، ما هو لاجل العيل. يا خاله فكري زين، مطلق كبير ورزين ويقدر الحرمه والعشره بعد، فكري زين.